الحرب الروسية على أوكرانيا شغلت العالم، لها تأثيرات عديدة على مختلف الجوانب. بدنا ندردش اليوم بتأثيراتها المتوقعة على العملات الرقمية. في 4 نقاط هون حابب أحكي فيهم. 1، تمويل الدول للحرب. 2، التعدين الرقمي في روسيا. 3، السويفت، نظام السويفت والحوالات المالية. 4، التمويل اللي حصلت عليه الحكومة الأوكرانية عبر الكريبتو. كل واحدة لها تأثيرات معينة، خلينا نمر عليهم سريعا. أول حاجة، الدول سواء روسيا أو أوكرانيا أو الدول الأخرى اللي ساعدت أوكرانيا، هي كلها حتحتاج تنفق على هاي الحرب، تعمل معدات، تدعم ماليا، في لاجئين، في أسلحة تتبادل، وحرب يعني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وكل التمويل المطلوب. هذا إيش بتطلب؟ بتطلب أن الدول تطبع أموال أكثر، فبالنتيجة تضخم أكثر، فبالنتيجة انهيار للفيات كرنسي، العملات الحكومية أكثر، وهذا حيكون بواضح أنه ممكن يكون لصالح العملات الرقمية، خصوصا المبنية على تكنولوجيا زي البلوك تشين اللي أثبتت جدواها وموثوقيتها على مدى سنين. النقطة الثانية، التعدين الرقمي في روسيا. روسيا ثالث أعلى دولة بعد أمريكا وكازاخستان في التعدين الرقمي، تعدين العملات الرقمية فيها داخلها، لأن هذا التعدين الرقمي حتنخفض تكلفته مع انهيار الروبل الروسي، تكلفته بتقل، فسعر الكهرباء بقل، فتكلفة إنتاج عملات رقمية في روسيا فبصير مجدي أكثر. الحكومة ممكن، وهذا غير واضح لسه، تتوجه أكثر لدعم هذا القطاع من باب أنه حيوفر لها نظام مالي غير لا مركزي بعيد عن سلطة الخصم لإلها اللي هو الغرب، فبالتالي ممكن برضو ساهم في نشر أكثر للعملات الرقمية. النقطة الثالثة اللي هو نظام السويفت، نظام الحوالات المالية بين البنوك. تعرفوا أنه كل بنك بدك تحول لأي بلد خارج البلد اللي أنت فيها بمر عبر أمريكا، نظام السويفت هو نظام العالمي الأكثر انتشاراً، الكل بيستخدمه، التجار، رجال أعمال، الدول، الكل. الآن إغلاق، منع بنوك روسية أنها تستخدمه، وقد يتفاقم الأمر لمنع كله عن روسيا تماماً في تهديدات منوعة. هذا إيش معناه؟ معناها أنه لن يكون أي تاجر بده يشتري قمح، شعير، رز، أي شيء من روسيا هو غير قادر أنه يشتري. لكن إذا كان دولته ما بتمنعه أنه يشتري من روسيا، فبصير وما بقدر هو يستخدم السويفت كود، فشو البديل؟ البديل أنه يشوف شخص عنده عملات رقمية ويطلب من التاجر في روسيا أنه يقبل العملات الرقمية. هذا أمر أصبح كثير سلس، سهل، موجود في كثير من دول العالم، فهذا بالمحصلة سينشر ويزدهر هذا القطاع، لأنه حقيقة البدائل الأخرى غير السويفت الغربي سواء النظام الروسي أو الصيني هو حجمه لا يذكر بالنسبة لنظام العملات الرقمية المبنية على بلوك تشين بما فيها من ميزات وسرعة وسلاسة وقدرة على عمل حوالات بالملايين بسرعة وسلاسة. النقطة الرابعة هي تمويل الحكومة الأوكرانية عبر العملات الرقمية. كلنا بنعرف أن الحكومة في أوكرانيا دعت الناس أنها تمولها حول العالم عبر العملات الرقمية، وحطت المحافظ تبعتها عشان الناس تمولها حول العالم. هذا ليش هي فكرت هيك؟ أولا للسرعة والسهولة، فالغرب دعمها بشكل واضح، لكن له سقف للدعم، ممكن يكون له عقبات، له شروط، له متطلبات. العملات الرقمية ما بتخضع حالها لأي بروسيس أو إجراءات لازم تمشي فيها. البنوك حتى لو تدمرت أو انهارت، أنت أموالك وصلت عندك لمحفظتك فتقدر تستخدمها مباشرة. بالإضافة أن سوق العملات الرقمية سوق ضخم، في العام الماضي وصل ل3 تريليون دولار حجمه الأقصى، فبنتكلم أنه في ناس عندها بالمليارات في هذا السوق، بالتأكيد جزء منها حابب يبيع عن أوكرانيا، فكان أوكرانيا فتحت الباب، الحكومة الأوكرانية، أنه للناس تمولها. فهذه النقاط الأربعة اللي إلها تأثير على العملات الرقمية. برأيكم في نقاط أخرى، وشو حيكون تأثيرها إيجابا أو سلبا على ازدهار ونمو قطاع العملات الرقمية اللي مبنية على تكنولوجيا البلوك تشين؟